منذ بداية الثورة، ثورة الكرامة والحرية، ومدينة اللاذقية تشهد اعتقالات رهيبة في صفوف الثوار. كانت إثر مظاهرات كبرى أشبه بأعراس ومهرجانات وطنية لثوارها، وإن أغلب تلك الاعتقالات كانت من نصيب الشباب الأحرار، كما إن تلك الاعتقالات طالت حرائر الثورة السورية، هذه ثورة اليتيم. واليوم نستضيف إحدى ضحايا ثورة اليتيم. السلام عليكم ورحمة الله، معنا أحد المعتقلات من اللاذقية حي الرمل الجنوبي، السيدة حلا العمر. سيدة حلا، في أي يوم تم اعتقالك؟ وكيف تمت عملية الاعتقال؟ الاعتقال كان برمضان أثناء اقتحام الرمل الجنوبي. كنت قاعدة بالبيت، ندق علي الباب، مجموعة الشباب من الحي دخلوا لعندي يحتموا بالبيت لأني كانت الأظافر عم تنزل على بيوتهم. أنا وقتها دخلوا قعدوا معنا بالبيت عادي، يعني جيران وجيراننا كلهم جيراننا، فبحنت مداهمات المنازل، داهموا المنزل اللي عندي وشافوا الشباب أخذوهم وأخذوني معهم لأنهم عندي. طب من أي فرع تم اعتقاله؟ ما بعرف من أي فرع وقتها، لأني بتعرفي هنيك نزلت الأفرع كلها وقتها على الرمل الجنوبي بحجة إني في إرهابيين وجماعات مسلحة، وهي الرمل ما كان فيها حدا، بس كانت عم تشهد مظاهرات كبيرة، وكان في سيارات كتير برا وأخذوا عالم كتير ونحن كنا بيناتهم. ماذا جرى؟ يعني شو صار لحظة اعتقالك؟ كيف نقلوكم على السيارات؟ أخذونا كتفونا إيدينا لورا وبلشوا يهربوا فينا وطلعونا على السيارات، حطونا مثل المكدوس فوق بعضنا بنات وشباب ونسوان، وضرب بقلب السيارات لبين ما وصلنا على مكان ما بعرف وين. نزلونا من السيارات ودخلونا على غرف مترين بثلاث امتار، يمكن فيهم كنا شي 50 60. كيف كانت عملية التحقيق؟ كانت عملية التحقيق أول شيء كانوا يدخلوا على الغرفة الأضوية مطفية وبلشوا ضربوا وخبط فيها العالم 10 15 واحد، وبلشوا ما نعرف منين الضرب عم يجي، بعدين يطلعونا وحدة وحدة على غرفة هيك، يعني غرفة كبيرة بس ما في أضوية خافتة، يقعدونا وبلشوا فينا أسئلة، أنتم من وين ومين ومين هالجماعات ومين عم يجيب لكم سلاح ومين عم يمتكم وانتوا ليش عم تطلعوا مظاهرات وبدكن حرية وما بدكن حرية ومن هالحكي هذا، وانتوا جماعة العرب وانتوا جماعة السعودية ومن هالحكي. طب شو هي أساليب التهذيب اللي تعرضتي لها؟ أول شيء كان الضرب بشيء مثل شيء كبل الكهرباء أو شيء وغير اللبط وشد الشعر وتعريت وشق تياب علينا، وفي بنات اقتصبون قدامنا وكانت حالاتهم يعني شيء ببكي شيء بيأسي، وصوات وبكي وعياط وإهانات ومسبات وحكي كبير كتير، يعني يعني شفنا شيء بعمرنا كنا متخيلين نشوفه، كنا مفكرين هن اللي يحمونا طلعوا هن اللي حتى يغتصبونا ويشردونا ويقتلوا رجالنا ويتموا أولادنا. شو هي التهم اللي توجهت لإلك بشكل مباشر؟ إني أنا كان عندي صور بالبيت، هذه التهمة الوحيدة، إني هن دخلوا شافوا 3 4 شباب بالبيت لأن بنتهم كانت معرضة للقصف، من معلو إني أنا عندي مجموعة إرهابية بالبيت. كيف كانت المعاملة داخل المعتقل لإلك شخصية؟ يعني أنا اللي صار معي مثل ما صار مع كل البنات تقريبا، بس الحمد لله أنا ما تعرضت للاغتصاب مثل بقية الصبايا. كان في ضرب، كان في شتم، كان في مسبات، كان في تخويف إني نحن إذا ما راح تحكوا مين اللي راح نجيب أولادكم، راح نجيب أخواتكم، راح يعني كان الترهيب بكل أنواع، وكنا نكون نايمين ما نعرف ليل من نهار، يجوا يضربونا حتى أكل ما في حتى مي ما في، حتى هي واحد هو داخل على الحمام وهو طالع منه كان الضرب شغال، يعني أحوال سيئة كتير، يعني شيء ما بينحكى. شو كانوا يطعموكم؟ يعني كانوا يحطوا أكل لكل شيء بالغرفة شيء 50 60 وحدة، يعني أكل ما بيطعمي 3 4 أشخاص وشيء مقرف، يعني وأنتوا بتعرفوا هيك نظام شو راح يطلع منه، اللي عم يقتل شعبه وراح يطعم شعبه، وهيدا بده ايانا نمور كلمه. كنتي مع مجموعه بنات مع مجموعه معتقلات بالمعتقل ام كنتي بالمنفرده؟ اول يومين حطونا بغرفه لحالنا يومين، يوم ما بعرف انا الوقت، بس قعدت وقت فتره طويله لوحدي، بعدين طلعونا وحطونا بغرفه فيها شيء 50 60 معتقله، يعني كانت غرفه صغيره كثير مترين بثلاث امتار، كنا ننام على الواقف او نتناوب مين بدي يقعد يرتاح ومين بدي يوقف، وهيك مضيت الايام. كيف كانت الاجواء بين المعتقلات؟
بيتك وين؟ كانت أجواء رعب، أجواء خوف، أجواء قهر، أجواء يعني شيء ما يعني شيء واحد ما بيقدر يتخيله، إنك تشوفي بنت عم تغتصب قدامك، بنت عم تعذب قدامك، الضرب شغال، ياخذوا الوحدة مشيانة على إجريها يرجعوها مثل المحرمة يشلفوها بالأرض 4-5 ساعات لحتى تقدر تروح. كيف طلعتي من هني؟ قديش ضليتي داخل المعتقل؟ داخل المعتقل شهر و12 يوم، وبعدين أنا طلعت لأنه ما قدروا يسكتوا شيء علي ولا على الشباب اللي كانوا معي. اصلا هن شباب كانوا ببيوتهم، وصار القصف على بيوتهم واجوا احتموا عندي بالبيت، لاني انا عندي غرفه داخليه بالبيت، يعني ما انا مواجهه القصف. شو اكثر مشهد شفته اثناء اعتقالك اثر فيكي لساته هيك؟ اللي مأثر فيني اكثر شيء اغتصاب البنات قدامنا، وكيف بتكون حالتهم بعد ما يغتصبوهم، في بنات يغموا، في بنات ياخذوهم ما نعرف عنهم شيء، في بنات يعني اكثر من وحده اخذوهم وما عرفنا عنهم شيء ابدا، ولهلا ما حدا بيعرف عنهم شيء بعد الاغتصاب. يعني صارت حالات هستيريه وحالات اغماء وحالات نزف شديد. بعد اللي شفتها داخل المعتقل زاد اصرارك على الثوره؟ طبعا نحن قمنا بثوره الكرامه والحريه لحتى ناخذ كرامتنا وحريتنا، بس هلا صار اصرارنا اكثر واكثر. اول شيء دم الشهداء اللي راح هذا ما له قليل، هذا بدافع، لانه والشيء اللي صار فينا قتل الخوف جواتنا، ما ضل عندنا خوف من شيء نخاف منه. نحن يا منموت بالثوره يا اما منعيش احرار. شو بتوجهي رساله للنظام؟ رساله للنظام رح اقول له نحن بقيانين وصامدين، وباذن الله ما حنشيلك بشار الاسد، لو رح خليه يموت الشعب نصه، بس النص الثاني عايش بكرامه. شو بتحبي تقولي للدول الإسلامية والدول العربية الصديقة إن بالخارج؟ شو بتحبي توجهي له رسالة؟ الدول الإسلامية والدول العربية والدول العالم كله رح قلهم ليش بعتونا، ليش خزلتونا، نحن شعب يتيم، نحن شعب بخاف الله، نحن شعب عم نطلب شي حقنا، لازم تنصروا الحق. انتو خزلتونا، نحن ما حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، لأني اللي صار فينا مو قليل أبدا. هذا جزء من معاناة بوحلة، إحدى ضحايا النظام السوري، ولربما أن قصتها أرحم بكثير من باقي أخواتها في سوريا. أرادت حلا أن تروي قصتها لتخفف ألمها الذي تكتبه في داخلها، ولتعبر عن جرحها وجرح باقي الثائرات الذين اعتقلوا معها. إن واقع المرأة السوري أشبه بسفينة في عرض البحر لا تعرف في أي ميناء سترسل. كانت معكم فرح الرئيس، اتحاد شباب سوريا من أجل الحرية، من اللاذقية.